العمل ماشي على قدم وساق الآن برفع الحواجز والأتربة. ما بين الطرفين ما زال الآن الشيول يعني يقرف السواتر الترابية. ما زال الشيول يقرف السواتر الترابية من جانب كلية الطب. طبعا شوفوا الخط الآن، ها الخط مفتوح، يعني نهاية هذا الخط، نهاية هذا الخط هو المكان الذي يتواجد فيه العوديين الطرف الآخر. نتمنى، أنا منتظر اليوم يا إما أشوف الشيول حقهم، يعني السلم أنا والسوق حقهم، ولا خلاص. المهم بالنسبة للمكان هذا فتحوا طريق الآن حاليا، والأمور كلها قرف القرف. صباحكم. أعمال نظافة، أعمال نظافة، لا 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 لا, لا ما قد شفت أعمال نظافة أنا بقولة القاسم بالشكل هذا.